السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ اليوم احنا في جولة وين؟ في مقبرة الضالين اليهود أيام هتلر حرقهم وعمل إبادة جماعية فيهم. ربنا يرحمهم إن شاء الله ويخلصنا منهم. طبعا هنا في حوالي آلاف الجثث، طبعا زي ما احنا شايفين القبور ما عليها أسماء، لأنه ما كانش معروف مين هي ومين وإيش هويتهم، فكل اليوم كانوا يندفنوا وبدون أسماء على القبور. طبعا صار المكان هذا مزار إن شاء الله على طول اليهود ما لهم مكان، نخلص منهم في أقرب وقت إن شاء الله. زي ما احنا شايفين ولا قبر عليه اسم. طبعا هنا عاملين القبور بشكل حلو، بس اشي ربنا يجحمهم ان شاء الله. هنا عاملين القبور شكل متاهة، ربنا يتوهم ويشتتهم في جميع أنحاء الأرض. طبعا المقبرة معمولة بشكل على مساحة كبيرة، طول القبر القبور هذا حوالي 3 متر 4 متر سن مغارة. هيك ان شاء الله ربنا يخلصنا منهم، آمين. ادعوا معنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.